نحن في الواجهه، وانا في الواجهه، وانا كرئيس ديال هذه المجموعه كنقول لك ما يلي. شوف حنايا اي حاجه اللي غادي تخدم الحزب ديالنا حنا معاه. ما غاديش نقول لك ما عندش الناس مواقف، هاد 13 عندهم مواقف، يقدروا يكونوا مع هاد التيار ولا مع هاد التيار، هاد المجموعه ولا هاد المجموعه، هاد الزعيم وهاد الزعيم ولا هاد القياده ولا هاد القياده، حقهم هذاك. ولكن كون متاكد باننا حنايا هذا الاكراه الداخلي سنتغلب عليه، لان انا كنقول لك عندنا سنه ديال التفكير، سنه ديال العمل، سنه ديال المراجعه، سنه ديال النقد، غادي نتغلبوا عليه، نتغلبوا عليه. ولذا ما عطيناش راسنا اسبوع ولا شهر ولا ست اشهر، عطينا راسنا سنه باش نعرفوا ماذا وقع في هذه الاستحقاقات، نعرفوها بالضبط. لانه دابا الان كنجيو كنقولوا استحقاقات 8 تنبير، النتائج اللي عطاتنا حنا 13 غير مفهومه، غير منطقيه، لا يعني لا تعكس الخريطه السياسيه، لا تعكس قوه الحزب، غير مقبوله. ولكن باقي المعطيات كلها ما عندناش. سجلنا تقريبا واحد 15 يعني آلية ديال التدخل من اجل عدم من اجل استهداف الحزب، سجلناها منذ يعني البلوكاج الى النهار ديال الاقتراع، سجلناها اللي كتستهدف الحزب باش ما يكونش الاول، باش ما ينجحش. هذه سجلناها، ولكن القراءه المتمعنه غتكون خلال هذه السنه. ولذلك حنا انا ما عنديش اكراهات، انا شخصيا كرئيس هذه المجموعه ما عنديش اكراهات، لانه هي مسؤوليه كبيره وثقيله، لانه غادي خصنا نساهموا من الموقع اللي حنا فيه في في في, في هذه الصوره الايجابيه اللي خصنا نعطيو للحزب. يعني المساهمه ديالنا غتكون كبيره، ما نقول لك هي غتكون كبيره، الثقل كبير جدا، لانه دابا الحزب الواجهه اللي عنده الان الكبيره هو البرلمان. صحيح دابا في ظل هذا الاعلام وفي ظل يعني الفيسبوك وفي ظل يعني وسائل الاتصال بصفه عامه، دابا يعني كاينه واجهات اخرى اللي يمكن تشتغل حتى هي، الواجهه الاعلاميه الى غير ذلك، ولكن البرلمان والبرلمانيين عندهم دور كبير مهم ومهم في هذه الصوره. حنا غادي نشتغلوا عليها هذه الصوره. انا كنقول لك حنايا جزء من الحزب غادي نساهموا مساهمه يعني مقدره. وانا كرئيس كنقول لك انا ما كيهمنيش شكون اللي غادي يكون، بقدر ما كيهمني الشيء اللي غنتفقوا عليه كاملين كحزب غنخرجوا به. ولذلك ما مطروحش لا تخندق من عدمه. طبعا خرجت المؤتمر الاستثنائي، ولكن كنقول لك المرحله ديال السنه والمؤتمر العادي هي اللي مهمه بالنسبه لي. ما هذه مرحله يعني غير نغيروا فيها القياده، لان القياده مسؤوله منين كانت النتائج. اخ الامين العام قدم استقالته هو والامانه العامه، وهذه كتبين باننا حنا حزب سياسي حقيقي، والا كنا نجيو نقولوا اودي وقاع 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 ونبروا البقاء ديالنا حتى نكملوا حتى يكمل. لا، جينا قلنا اودي التدبير ديال هذه المرحله، قال الامين العام التدبير ديال هذه المرحله ربما اخطا فيها وقدم استقاله، وقدمت الامانه العامه الاستقاله، وهذا هو الحزب السياسي. فاذا من تقدمت الاستقاله، هذا من اكبر الاجوبه اللي قدمنا للمشهد السياسي. كنقولوا له شوف حنا راه مسؤولين، درنا دبرنا اجتهدنا، ربما خطانا، دابا حنا كنقدموا، احنا سيدي كنستقلوا. الحزب كيختار القياده ديالو، وعطينا مرحله ديال التفكير. هذا اللي الناس ما كنتبهلوش، ماشي دابا المرحله دابا ديال 30 اكتوبر نختاروا فلان او علان، فلانه او علانه، احنا اختاريناها واختار القياده. راه يشتغل اساسا هو باش يوجد الخريطه ديال الحزب، يوجد الخطه ديال عمل الحزب، يوجد كيفاش هذا الحزب غادي يمشي فيما بعد. خصو يقرا 25 سنه ديال ممارسه العمل السياسي، يعني خاصه في البرلمان وفي الجماعات ومختلف الانتدابات، خصو يقراه ويقرا النتائج، وعلى ضوئه يعني غادي نديروا المؤتمر العادي ان شاء الله، وسيكون الحزب اكثر قوه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.